صح. الظرف ما ضمن معناه في من اسم زمان او اسم مكان او اسم عرضت دلالته على احدنا او جار مجرى انتهى. اسم عرضت دلالته على احدنا اسماء الاعداد المميزة باحدنا نحو صمت 20 يوما وقطعت 20 فرسخا. 20 اسم عدد لكنه ميز بالزمن فصار رافع زمان، ميز بالمقادير المسافية مقادير المسافات فصار رافع مكان. أو ما أفاد كلية أحدهما نحو سرته كل اليوم كل البريد أو بعضيته سرته بعض اليوم بعض البريد أو كان وصفا له نحو سرته طويلا شرقي المدينة. طويلا ظرف لأنه صفة لقوله سرته وقتا طويلا شرقي المدينة مكان شرقي المدينة أو كان مضافا إليه وحذف المضاف وحل المضاف إليه مكانه نحو أنتظرك نحر جزول. النحر ليس اسم زمان وليس مكان ولكن تقدير مقدار أو وقت. آتيك الصلاة العصر آتيك الصلاة. الصلاة ليست اسم وقت ولا اسم مكان لكن الأصل آتيك وقت صلاة العصر. حذف اسم الزمان وحل المضاف إليه موضعه والأكثر أن يكون مصدرا أو جار مجرى وهي 4 ألفاظ أعربوها ظروفا وهي أحقا غير شك ظنا مني جهد رأي 4. انتهى الظرف العربي. وهذا قال الظرف وقتا ومكانا ضمنا فيه باضطراد حقا زمان ولا مكان هي حقا من قبيل ظروف المكان مكان اعتقد انه مكان الله اعلم من قبيل ظروف الزمان ها هذه الاربعه هي سمعيه سمع 4 4 تقول حقا عباد الله ان لست سامعا لما العربوها ظرفا سمعوا العرب نصبوا جروها بحرف الجر. قال الشاعر افي الحق اني مغرم بك هائم وانك لا خل هواك ولا خمر. سمع العرب جروها بحرف الجر فاعربوها ظروفا والظاهر انها من ظروف الزمان. حقا غير شك ظنا مني جهد رأي هذه الفاظ جارية مجرى الظرف. قال الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد نحو هنا أنقذ أزمنا تقول أنقذ هنا واجلس هنا ونم هنا. إذن هنا مضمنا معنا فيه باضطراد. استعملها ظرفا مع كل الأوامر كما تريد. أزمنا تقول مكثت أزمنا ونمت أزمنا وسافرت أزمنا. بخلاف دخلت الدار دخلت الدار ما دخل لا تقول نمت الدار وجلست الدار ووقفت لا يقال هذا. إذن ليست ظرفا لأنها ضمنت معناها فيه ليس باضطراد بل مع عامل واحد. وكذلك سكنت البيت وذهبت الشام وسافرت مكة. فالصف في الواقع فيه الناصب له الحدث الذي دل عليه عامله. وقفت أمام الدار أمام منصوب الوقوف الذي دل عليه وقف. صمت يوم الخميس يوم منصوب بالصوم الذي دل عليه صمت. أنا أقول فالصف بالواقع فيه مظهرا كما مثلنا. صمت يوم الخميس جلست أمام الدار وإلا فنوه مقدرة وذلك الصنفان. أما صمت وفعل لا أسمعك صمت وفعل فعل لكن الناصب المصدر وقال الصوم الواقع فيه الذي وقع في اليوم هو الصوم. الناصب له الحدث الذي دل عامله عليه وذلك نوعان ما يجوز إظهاره كأن يقال كم صمت فتقول يومين. حذف العامل هنا جائز وما يجب حذف عامله وذلك إذا كان صلة أو خبرا أو نعتا أو حالا. تقول جاء الذي أمام الدار الظرف صلة لا يجوز ذكر عامله. رأيت طائرا فوق الشجرة الظرف نعت. رأيت الهلال بين السحاب الظرف حال. زيد أمام الدار الظرف خبر. هذه الأربعة لا يجوز يكون عامل معها. أقرأ كل وقت قابل ذاك وقت كل أسماء الزمان تقبل الانتصاب على الظرفية سواء كان الاسم
مبهما أو مختصا أو معدودا، والمختص يقع جوابا لكم، والمعدود يقع جوابا لمعدود يقع جوابا لكم، والمختص يقع جوابا لمتى، والمبهم لا يقع جوابا لأي منهما. تقول كم صمت فتقول يومين، هذا معدود، وتقول متى سافرت تقول يوم الخميس، هذا مختص. وإذا قلت جلست في مكة أمدا أو دهرا، هذا مبهم لا يقع جوابا لأي منهما. كل وقت قابل ذاك، وما يقبل المكان إلا مبهما، ألا يكون محدودا، كالجهات أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، وما كان مثلها، نحو عند ولدى. لماذا كل اسم زمان يقبل الانتصار على الظرفية، والمكان لابد أن يكون مبهما غير محدود؟ قالوا الأصل في العوامل الفعل، الأصل في العوامل الفعل، والفعل يتضمن اسم الزمان مرتين، مرة بصيغته ومرة بالالتزام، ويتضمن اسم المكان مرة واحدة بالالتزام فقط. فإذا قلت وقف زيد، وقف بصيغتها دلت على الوقت، وبالالتزام دلت على الوقوف الذي يستلزم وقتا ومكانا. فالعامل دل على المكان بالالتزام بدلالتها الحدث الذي يستلزم المكان. نقول كل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان، نحو الجهات والمقادير كالميل والفرسخ والغلوة والبريد. وما صير من الفعل كمر من تقول رميت مرمى زيد، وجلست مجلس عمرو، ونمت منام محمود، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. والله أنا قوله إذن ظرف المكان ثلاثة، المبهم غير المحدود. لا تقول جلست الغرفة، الغرفة مكان لكنها محدودة الطول والعرض لا تصح. وقفت المسجد لا يقال محدود. أنا قوله إذن المكان الذي ينصب على الظرفية ما كان مبهما أو ما كان له ولف عامله، وكذلك المقادير كالميل والفصخ ثلاثة. وشرط الكون إذا مقيسا الذي لا يصير من لفظ عامله أن يقع ظرفا لما في أصله معجتم. أنا واقف موقف زيد، وقفت موقف زيد، لا يقال وقفت مجلس عامل ما. وأنا كيف يا رب وقفت جلست موقف عامل، لا يقال، هذا لا يقال. وما يرى ظرفا وغير ظرف، الظرف نوعان جامد ومتصرف، والمتصرف يقع في أوجه الأعراب المختلفة. تقول عاشوراء يوم يصام، عاشوراء واحدة عاشوراء خمسة رمضان شهر كريم، خلف رمضان بخلاف الظروف الجامدة لا تخرج عن الوقت، نحو قبضه وعوضه وأسماء الجهات وإذا وحيث لا جامدة، هذا معنى قولي. وما يرى ظرفا وغير ظرف في ذاك التصرف وغير التصرف اللي يلزم ظرفية أو شبهة، نحو عند تقول خرجت من عنده، وتقول خرجت من لدن، من جرار ودمن لا يخرج عن الجنون، لأن الظرف والمدرسة شيء واحد. وقد ينوب عن مكان المصدر، قال يا قد ينوب عن مكان المصدر قليل، نيابة المصدر عن مكان قليل، نحو جلس قرب زيد، وصل مكان قرب زيد، فأسقطنا المضاف وأحيانا المضاف إلى مرفعه وهو مصدر. أما في ظروف الزمان وحلول المصدر لمحلاته، مات زيد طلوع الشمس، مات زيد قدوم الحاج، يعني عند طيب الشيخ صمت 20 يوما، 20 تعرب مفعول فيه؟ ما تعرف مفعول به يعني. لدى بعض النسق والنصب إذا لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عالي سفره. قال العطف يجب أو يعتقد إضمار عالي سفره. قال المفعول معه اسم العطف يجب أو يعتقد إضمار عالي سفره.
مفعول به يعني. لدى بعض النسب والنصب إذا يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عام إسمار قال المفعول معه اسم منصوب بعد واو بمعنى نعم نصف معية مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما في معنى الفعل قال بقولها الاسم لا تأكل السمك وتشرب اللبن الواو نصب معية لكن جاء بعدها فعل تمت بعد اسم وكذلك قولنا مسبوقة بجملة هذا نحو زيد وعمر حاضران زيد وعمر غائبان الواو وإن كانت دالة على معية لأنها لم تسبق بجملة سبقت المفرد ومثل الجعل من الجعل اسم الفاعل والمصدر تقول أنا سائر وأحدا كما تقول سار عمرو وأحدا وتقول عجبا يسيرك وأحدا مما فيه مع الجعل وحروف أنا أقول ينصب تائل وهي مفعلا معه بنحو السيري والطريق خمسة السيري فالأمر مبني على حيث منه وليها فاعل مبني وكرفة والواو المعية والطريق مفعول معه بما من الفعل والشبه سبق والنصب قال الناصب له الفعل او ما هو بمنزله الفعل يقول تسارى زيد موحدا الناصب لوحد سارى انا سائر موحدا الناصب لوحدا سائر عجبني سيرك موحدا الناصب لوحدا سير خلافا للجرجاني قال الناصب له الواو ورد قال لو صح ما قاله لامكن ان يقال صرت وكل صرت وهو لان الضمير لا ينفك عن عامله ولن تسمع هذه الصيغه العربيه قال عمر وبعد ما استفهام لو كيف انا اصبت بين كون مضمر من العرق صنع من كلام العرق ما انت وزيدا كيف انت وزيدا الصيغه ليس فيها الفعل وليس فيها ما هو ما الفعل وما لك نصبه يقال اولا ما هو العرق قال الرب يقولون كيف انت وزيدا وما انت وزيدا بالرب ولا اشكال فيها ما انت وزيدا ما مبتدا الذي هو ضرب وانت خبره وزيد معطوف على انت لا اشكال فيها ولكن هذا نصب قالوا انتصر بفعل كون مضمر فإذا قلت ما أنت وزيدا تقديره ما تكون وزيدا ما تكون ما اسم استفهام مبني في موضع نصب خبر كامل وتكون في المضارع مرفوعا تقديره النون الضمة واسم كان موصل تقديره أنت والواو المعية وزيدا مفعول معه حلفه كان حلفت تكون فانفصل الضمير تكون فيها ضمير مستكن تقدره أنت فلما حذفت تكون انفصل الضمير صارت الصيغة ما أنت وزيدا وكذلك كيف أنت وزيدا تقول كيف كنت وزيدا كيف اسم استفهام مبني بموضع خبر كان وكان فعل الناس والتاء اسمها نور عبد الرب وزيدا مفعول معه إذا انتصبت بفعل لكنه فعل كون فحلفه كان حلفه كنت فانفصل الضمير التاء عندما ينفصل يصير أنت صارت صيغة كيف أنت وزيد ماذا أقول وبعد ما استفهامنا وكيف أنا أصر بفعل كون مضمر بعض العرب بعض العرب العطف ينكب إلى ضعف العطف إذا أمكن بلا ضعف في اللغو ولا في المعنى فهو أحق تقول جاء الأمير والجيش العطف هو الأصل اسم الله على اسم الله فهو أحق جاء في الماضي والأمير فاعل والجيش معطوف أنا أقول والعطف يمكن بلا ضعف والضعف ضعفان ضعف بالمعنى نحو سار عمر وأحد أحد لا يسير مات زيد وطلوع الشمس طلوع الشمس لا يموت سير عمر والمصباح المصباح لا يسهر كل ما يجب في النصب على أنه مفعول معه والنوع الثاني ضعف له كان تعطيه أسماء ظاهرة على ضميره متصل تقول جيت وزيدا أفصح جيت وزيد ومنعه بعض النحاة قال لا يجب تقول جيت وزيد قالوا لأن الضمير المتصل جزء الكلمة وجزء الكلمة لا يعطف عليه إلا إذا فصلته بتوكيد أو بغيره وسوف يأتيك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يليك من نور فاشية وضعفهم على ذلك أعتقد قال ابن مالك فهذا ضعف اللفظ وكذا تقول مررت بك وزيدا مررت بك لأن الأصل إذا عطفت على ضمير جر أنت عند الجار تعيد الجار قال تعالى وعليها وعلى الفلك لم يقل عليها والفلك وفي سورة النساء واتقوا الله ليت السائل الذي أرحمه لم يعد العاطف لم يعد الجار
به لم يقل وبالأرحامي، فلما لم يعد الجار نصب على المعين كما نقول. والعطف إن يمكن إلى ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسب، والنصب إن لم يجز العطف يجب، إذا كان العطف لا يقع ولا يتأتى يجب عليك النصب. نحو قلنا استوى الماء والخشبة، وأحيانا يتعين العطف نحو تشارك زيد وعمر، لا بد من العطف لأن تشارك لا تقال منه، أو جاء زيد وعمر بعده تعين أن عمر جاء لأن قولك بعده وعينت أنه جاء وأنه معطوف. والنصب مختار لدى ضعف، والنصب إن لم يجز العطف واجب عليك، أو اعتقد إضمار عامل، قد يكون العامل الذي أمامك غير مهيئ للعمل بالمنصوب، قد العامل الآخر، قال تعالى فيجمعوا أمركم وشركاءكم، لا يقال جماعة، لا يقال أجمع شركاءهم، قد العامل الآخر فيجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. علفتها تبنا وماء باردا، ماء لا يعلف، تقول علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، وزجج الحواجب والعيون، العيون لا تزجج، تقول زجج الحواجب وكحن العيون، أنا قلت أو اعتقد مرة عامل تصبح.